بيقولوا انه سبب الهجوم الكبير اللي حصل على الاعلان ده لغوا الفكره. انا ما عملتش اعلان، انا لقيت حد منزل هما لا يعني حاجه هندي، انا مع السرعه ما بركزش في انزل ايه وما انزلش ايه، فلما لقيت كلام في كلمه مثيره طب ايه يعني ده بيجي لي تيجان كتير جدا ان انا انزلها عادي جدا ان انا اقدر انزل حاجه ومش واخده بالي. يعني انتوا ما كنتوش عاملين اتفاق مع بعض؟ لا 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 خالص، انه الناس تدفع فلوس عشان يقعدوا يتعشوا يعني معاكي او لا, لا 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 ولو هقعد مع ستات يعني، بس دي يعني مش اللي بيكتب مش عارف يكتب. طب ايه اصل الحكايه؟ لا مفيش حكايه، مفيش حكايه اساسا. ده الخبر ده نزل كتير؟ لا نزل كتير وعمل ضجه جامده جدا. طب نوضح الحقيقه الموضوع. ما اعرفوش، ما انا مش عارفه، انا التيجان بتجيلي كتير جدا انت عارفه بالنسبه للميديا يعني، هو انا مالي اللي جرى؟ الصوت رايح. طب تفتكري اشرب حاجه سخنه ولا ايه؟ اشربي عشان تعرفي تجاوبيني. عشان اعرف ابلع. يعني كان فعلا في غدا وهم استغلوه؟ لا 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 ما كانش في حاجه خالص. ما كانش في حاجه خالص؟ لا بقول لك حتى لو نفرض بس ما حدش بيكتب مثير. يعني ايه مثير؟ مش فاهمه ايه المثير دي، مش فاهمه. طب كلمتيهم ان هم استخدموا اسمك؟ لا ما اتكلمتش خالص، انا تجاهلتي الموضوع. لا خالص شلته، واللي كاتب مش عارفه مين اللي كاتب، بس تلاقي واحد هندي ولا حاجه، لا انا مش فاهمه، ملاش معنى اللي مكتوب، ملوش معنى. ضريبه الشهره طبعا اكيد، اذا كانوا موتوني وانا عايشه. ربنا يديك الصحه يا رب يا رب، وان شاء الله اللي يقول عليكي كده يا حبيبتي ان شاء الله انت كمان يكفيك. اللي بعده يلا اللي بعده. انا فكرت ان انا افتح التربه واروح اقعد في الحوش. لا في الحوش اقعد. بيقول لي رحت عشان اقعد اتاقلم بقى. اشوف هيعملوا ايه لما اروح. بعد ده انا بساير الترب دلوقتي. عايز اقول لك بوصيه من دلوقتي، بقول له لا ما انت هتعيش عشره عمرك معايا خلي بالك. والله العظيم التربي، لا لا بكلمه، كنت بكلمه بقالي سنين. دلوقتي بتكلميه؟ بقالي دلوقتي ايه يا حبيبي 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 حبيبي، بقول له لا ده انا هبقى معاك. ايوه خلي بالك مني، ما انا بقول لك اهو وكده بقى اروي اروي الدنيا وخلي حط ورد وخليها كده. لا ما تبلاش الورد عشان ما ينشعش ميه تحت عليا. والله العظيم عشان ما نزلش ميه عليا. بقول له لا ما تحطش ميه، خليك في البلاستيكات عشان البلاستيكات مش هتنزل ميه على التراب. بيقولوا انه فيفي عبده اتجننت مؤخرا، قعدت تقول الناس هتطلع لايف ومش هتطلع لايف، وبقت تروح تقعد في التراب كتير وبتقفل على نفسها فترات طويله. يعني هل حصل لك حاجه ولا انت ده كان ايه ولا يعني؟ اولا ده الجن لما يبقى يلهف اللي عندك اللي جاب لك الخبر ده ويقول لك اتجننت، انا اتجننت ليه؟ بعد الشر عليا. ايه اللي وصل يعني؟ لا انا حصل لهذه الحاله. لا حصل ده. ايه احكي لي. ما تنسيش رجاء الجداوي، ما تنسيش كورونا، ما تنسيش انت وسمير ودلال والناس اللي بحبهم كتير راحوا كتير قوي. قوي. مش شيء بقى يجنن يعني، مش جنان. هو بس الواحد ان الموت موجود في اي وقت. طب فما فيش مانع ان الواحد علينا يبقى حق. طبعا. فهو ده الحاله، مش جنان. ممكن قوي يجي لك اللحظه الاكتئاب، الاكتئاب الطبيعي لاي حد لما يروحوا ناس عزاز عليه. بعدين عندي اختين توفوا سنه واحده. البقاء لله ربنا يخليك يا رب. فيعني ده مش جنان، انا ما جننتش ولا حاجه، هو انا اللي حصل لي ان انا اكتئبت، مكتئبه، وده طبيعي ان ممكن اي حد يكتئب بعد ما يحصل، ما يشوف اللي بيحصل ده. انا قعدت سنتين بقى في البيت ما بخرجش. طيب حاله الاكتئاب دي بتعالجيها ازاي؟ هل ممكن انك تنتصري عليها زي ما بنشوف تقومي مثلا تعملي فيديو ترقصي تشغلي اغاني، ولا انت استسلمت لها وبتعيشي فيها زياده؟ انا ما عشتش فيها قبل كده يعني. اول مره تتعرض؟ اول مره تيجي الخبطات ورا بعضها كده يعني، خلاص يعني ايه تعملي كده تلاقي ابوه مات، امه ماتت، مش عارفه ايه، انا عندي مش عارفه ايه. الكورونا جابت لنا ذعر يعني، مش بس كل الناس، كل الناس خافت، كل الناس تعبت، كل الناس خلاص عليها الدور، ما فيهاش كلام يعني.
فطبعا ده حاجه تخوف، مش حاجه سهله يعني. الكورونا دي ما جاتش علينا بالسهل. طب